أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها. جائزة نوبل للسلام تذهب إلى ناشط ومنظمتين يدعون إلى الحرب ضد الرئيس الروسي. أي سلام؟ اشتباك قضائي حول قبعة الحرس الملكي البريطاني، والسبب فرو الدبابة السوداء. ما القصة؟ ونتائج واعدة لدواء ينجح في إبطاء تطور مرض الزهايمر. أي إنجاز؟ جائزة للحرب، هكذا أرادتها لجنة نوبل للسلام. ليس في ذلك مبالغة، فالفائزون وهم البيلاروسي أليس بيالباتسكي ومنظمتا ميموريال الروسية العاملة في مجال حقوق الإنسان ومركز الحريات المدنية الأوكرانية يجاهرون بمعاداة السلطات الروسية والبيلاروسية. الآن يجب علينا كسر دائرة الإفلات من العقاب. يجب أن ننشئ محكمة دولية وأن نحاسب بوتين ولوكاشينكو ومجرمي الحرب الآخرين، ليس فقط بالنسبة للأوكرانيين ولكن بالنسبة للدول الأخرى في العالم. أي عالم تتحدث عنه؟ أليس هو العالم الغربي الأطلسي الأمريكي الذي منحها هذه الجائزة وجعلها منبرا للرسائل السياسية؟ أيضا أي سلام حققه الحاصلون على الجائزة، وأي تقارب أو تلاق بين الدول الذين أسهموا في إنجازه؟ أليس هذا ما أراده ألفريد نوبل من الجائزة؟ عموما منذ سنوات وجائزة نوبل للسلام صارت عنوانا للتسييس والاستغلال ومطية لتمرير خيارات ورسائل، فهل أفرغت نفسها من مضمونها وفقدت نوبل نبلها وجدارة الجائزة؟ أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين. أولا، لماذا يجري تسييس جائزة نوبل؟ وثانيا، هل باتت منبرا لتمرير رسائل سياسية؟ للحديث أكثر يسعدني أن أستضيف السيد أولف ساند مارك، رئيس مركز شيلر في السويد، وهو معنا من ستوكهولم. سيد أولف ساند مارك، أهلا وسهلا بك معنا. كيف يعقل أنه جائزة، أتحدث بالمنطق هنا، جائزة للسلام تعطى لدعاة عدم ترك السلاح؟ هذه جائزة جيوسياسية وعبارة عن احتفال للتحالف مع الناتو. النرويج دولة عضو قديم في الناتو، وكذلك السويد أيضا تتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو، وبالتالي هؤلاء هم سجناء سياسيين يحصلون على هذه الجوائز، وكل السجناء السياسيين يجب أن يعولوا على شيء، ويجب أن يحصلوا على محاكمة وأيضا على معاملة لائقة، كما أنهم منحوا جائزة السلام النرويجية من أجل للسلام في فيتنام إلى هنري كيسنجر، لم تنح الجائزة إلى الحكومة الفيتنامية، وبالتالي نفس الشيء هنا يتكرر. كل هؤلاء الذين يحصلون على جوائز هم يدعمون الحرب في أوكرانيا، وأجد ذلك بالأمر المروع وأمر في غاية البشاعة، لأنني أنا على لائحة الحكومة الأوكرانية، هي عبارة عن لائحة لقتل الصحفيين، يضعون الناس على لائحة لاستهدافهم بالقتل، يسموننا بأن إرهابيين، ويريدون أيضا أن يضعونا تحت المحاكمة أو أن يحاكموننا وكأننا مجرمي الحرب، وهذه لائحة تابعة للحكومة كما قلت، ويتم تصفية الصحفيين بحسب هذه اللائحة. وبالتالي هذا ما يجري الآن في أوكرانيا. السياسة التي تتبع ليست سياسة ديمقراطية، ولكنها سياسة تعاكس ذلك، ويريدون أن يحصلوا على حق بممارسة هذه السياسات. طيب، حدثني سيد أولف أنه هذه الجائزة هي جيوسياسية. ماذا يعني تفصيل كلمة جيوسياسية، سيما وأنه واضح في عملية استغفال، يعني من خلال شرحك في عملية استغفال للعقول من خلال منح هذه الجائزة، ما المقابل لهذا الثمن الجيوسياسي؟ السويد والنرويج هي دول حليفة إلى حد كبير مع المعسكر الغربي، وأيضا هذه الدول تتبع السياسة الغربية التي تهدف إلى سحق روسيا،
يستخدمون الحرب الأوكرانية من أجل سحق روسيا وتقسيم روسيا، وبهذا يدعون أو يصنعون سياسة لممارسة الهيمنة في العالم، حيث يتم مواجهة روسيا والصين لا يسمح لهذين البلدين بأن يحققان أي تنمية كدول شريكة في التنمية الدولية. وبالتالي هذه السياسة الإمبريالية التي تمارس من قبل البريطانيين وأيضا الأمريكيين، هذه السياسة الهادفة إلى الحفاظ على الهيمنة، وهم يستخدمون هذه جائزة جائزة السلام كأداة من أجل تحقيق هذه الغايات. ويجب أن نرى أن نعتبر بأن هذا الاحتفال وكل الذين ينالون هذه الجوائز يحظون بدعم من خلال التمويل الغربي وأيضا من قبل وكالة الاستخبارات المركزية CIA وأيضا من مصادر أخرى، وبالتالي هم يعطون جائزة السلام إلى الأطراف التي تدعمهم في داخل هذه الدول، وبالتالي عبارة فقط عن مركز لترويج هذه السياسات وتكرار نفس هذه الأساليب ضد روسيا. ابقى معنا سيد أولف ساند مارك قبل استكمال الحوار معك. نتوقف مع هذا العرض، في وصيته كان المخترع السويدي ألفريد نوبل واضحا بأن تكافئ المؤسسة التي أنشأها الأشخاص الذين يخدمون الإنسانية وقاموا بأكبر قدر أو أفضل عمل للتآخي بين الأمم والحفاظ على السلام. أراد على ما يبدو من هذه الجائزة التكفير عن خطايا استخدام الدول لاختراعه الديناميت في الحروب على عكس إرادته، فهل التزموا بوصيته؟ بقطع النظر عن الجوائز الأدبية والعلمية، فأن التراكم التاريخي لجوائز السلام يلقي بكثير من ظلال الشك على لجنة هذه الأكاديمية السويدية التي تتألف من 5 أشخاص يعينهم البرلمان النرويجي، وغالبا ما يكون الأعضاء السياسيين متقاعدين، بمعنى أن لهم ميولهم وآراءهم السياسية الخاصة عموما، وبجردة للفائزين بها تكشف الأغراض السياسية من منحها، كالمنشق السوفيتي أندري زاخاروف عام 75 ومؤسس حركة التضامن البولندية المناهضة للسوفيات ليخ فاليسا عام 83 والكاهن الأكبر لديانة المحرقة اليهودية إليا ويزل عام 86 والمنشق الصيني الدالاي لاما عام 89 وميخائيل غورباتشوف مطلق البروسترويكا أو إعادة الهيكلة عام 90 والتي أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. كل هذه الشخصيات وغيرها هي مثار جدل على المستوى السياسي، وفي عملها التزمت في تنفيذ التوجيهات الأمريكية فكرمت بجائزة نوبل. أعود إليك سيد أولف ساند مارك، مخطط بهذا الشكل يتم اللجوء من خلاله إلى جائزة لتأدية هذا الدور وهذا المخطط، كيف يمكن لجائزة كهذه، ودعنا لا ننسى أيضا ما حصل مؤخرا في مهرجان كان واليوم في جائزة نوبل، لماذا يتم اللجوء إلى هكذا منابر هي قد تكون بمكان ما أكثر رمزية لتحقيق هذه الأهداف الجيوسياسية والكبيرة التي هي عبارة عن مخططات؟ عبارة عن حرب داعية، بروباغاندا، ووسائل الإعلام هنا هي منحازة بشكل كامل من أجل الترويج للخطاب الغربي الذي يقول أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة، على الرغم من أن ناتو أيضا لعب الدور، وعلى الرغم من الانقلاب في أوكرانيا، الانقلاب الذي بدأ الحرب منذ 8 أعوام، على الرغم كل ذلك يروجون لهذا الخطاب، وهذه الدول الإسكندنافية تتعرض للاستغلال. نحن يتم التعامل معنا على أننا تابع لقوى الاستعمار، نحن نسلم سيادتنا ويتم استغلالنا كما جرى من خلال تدمير أنبوب الغاز، أنبوب نورستريم لنقل الغاز، وأيضا مجازر أخرى ترتكب من أجل تدهور مستوى العيش هنا في الغرب. الآن نحن نعاني من أزمة كهرباء،
هناك انهيار في كافة الجبهات، وكل هذا هو فقط من أجل سياسات الحرب، ولكن يلقون باللوم بشكل كامل على روسيا. يعني أفهم منك سيد أولف أنه هذه البروباغندا كما سميت حضرتك هي ربما لإعطاء جرعة من المهدئات أو البنج، خاصة اليوم وأوروبا وكثير من الدول على عتبة فصل الشتاء والأصوات ربما ستعلو أكثر. هل لهذه البروباغندا فعلا تأثير فعال على الرأي العام أقل لناحية إماطة الوقت والتأثير عليه بما أنه بدأت الأصوات تعلو في الشارع الأوروبي؟ هم يستخدمون هذه الجائزة، وهذه المناسبة هي أعظم مناسبة في الدول الإسكندنافية، أتحدث عن جائزة النوبل، ويتم الاحتفال بهذه الجوائز مع أشخاص رفيعي المستوى في كلا البلدين، أي في السويد وفي النرويج. نرى الملوك وأيضا أفراد الأسرة الملكية يشاركون بهذه الاحتفالات. هذا يعني أنهم يستخدمون هذه المناسبة كي يظهروا بأن البلد أو البلاد كلها تقف خلف هذه السياسات وتدعم هذه السياسات. ولكن الآن نرى أزمة كبيرة، الناس سيشعرون بالبرد القارس في غرب أوروبا وأيضا في السويد مع ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الكهرباء، تدمير المصانع، أيضا تدمير العائلات. كل هذا يحصل نتيجة هذه السياسات. وأيضا في السويد وفي الدول الإسكندنافية سنرى نفس هذه المظاهرات الكبيرة التي نراها في أوروبا، سواء كان ضد الحرب أو ضد العقوبات، وكذلك في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء وأيضا التدمير على صعيد القطاع الزراعي والبنية التحتية. كل هذا يحصل فقط من أجل خدمة هذه السياسة الاقتصادية والتي هي عبارة عن سرقتنا وأيضا سرقة أوكرانيا. أوكرانيا الآن تتعرض للسرقة وهي تحت ديون كبيرة بسبب كل هذه الأسلحة التي ترسل. هذه الأسلحة ترسل مقابل فاتورة يجب أن تدفع فيما بعد كدين، وبالتالي الدولة لن تكون في حالة دمار فحسب، وإنما ستكون في دين لمئة الأعوام. ولدينا أيضا سياسات صندوق النقد الدولي ببيع الأراضي وكذلك أعطاء حصص للشركات الأجنبية. بالتالي نحن نرى سياسة تهدف إلى الاحتلال الكامل لأوكرانيا، ولدينا هذه السياسة النيوليبرالية، ولذلك علينا أن نستفيد من هذه الأزمة لأغراض إيجابية أو لأهداف إيجابية. وجوائز النوبل أحيانا ما منحت إلى الأمم المتحدة لأغراض إيجابية. يمكن أن نعطي جائزة للرئيس الأسد مثلا الذي تبنى سياسة المصالحة التي كانت سياسة إيجابية جدا. هو أخذ الناس مسلحين من ضمن المعارضة وجاء بهم إلى الحكومة ضمن سياسة المصالحة، كما فعلت جنوب أفريقيا بعد فترة أو بعد انتهاء حكم التمييز العنصري. يمكن أن نعطيه أيضا لبتردوز، جمع العالم معا من أجل تحقيق التنمية والمصالحة. هذا ما يمكن أن نفعله، ولكن هم الآن يستخدمون هذه الجوائز من أجل الترويج للحرب. كل هذه الخطابات في الاحتفال كانت من أجل مهاجمة روسيا والدفاع عن الحكومة الأوكرانية، على الرغم من أن هذه الحكومة تمارس سياسات التطهير العنصري والعرقي والسياسات النازية ضد كل الأقليات، وهذا شيء مروع. أيضا عندما يستهدفون صحفيين أجانب مثلي أنا وآخرين الذين نحن على هذا على هذه اللائحة، ويتهمون كل ما يعارضهم الرأي، يضعونهم على هذه اللوائح ويسمونهم بالجواسيس، ويتم تصفية هؤلاء الأشخاص. بالتالي هذه ليست سياسة ديمقراطية، على الرغم من أنها توصف كذلك خلال هذه المناسبات التي ننظمها هنا. سيد أولف ساند مارك، رئيس مركز شيلر في السويد، كنت معنا مباشرة من ستوكهولم، شكرا جزيلا لك.
مشهد اليوم من المملكة المتحدة، حيث رفعت منظمة بيتا لحقوق الحيوان دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية لرفضها تجربة نسخة من الفراء الاصطناعي لقبعات عناصر الحرس الملكي الشهيرة المصنوعة من وبر الدب. تخصص هذه القبعات المعروفة باسم بيرسكينز لعناصر أفواج النخبة في الجيش، وتعد واحدة من أشهر رموز المملكة المتحدة، لكن بيتا تسعى منذ وقت طويل إلى الدفع للكف عن استخدام قبعات مصنوعة من وبر دببة سود كندية حقيقية واستبدالها بقبعات من الفراء الاصطناعي. مؤخرا لجأت الجمعية إلى الملك تشارلز الثالث المعروف بمواقفه المؤيدة للدفاع عن الطبيعة للمساعدة، فهل يدعم الجمعية أم سيقف إلى جانب المؤسسة العسكرية؟ الزهايمر مرض يصيب الملايين سنويا حول العالم. عقود من الدراسات والتجارب العلمية لم تنجح في وضع حد لهذا المرض. اليوم ثمة بصيص أمل مع عقار جديد أظهرت نتائجه قدرته على الحد من تراجع المهارات العقلية العامة للمرضى بنسبة 27% على مدار 18 شهرا. فهل يفتح الباب فعليا أمام محاربة جدية للمرض؟ هل هو آمن حقا؟ وما هي الفئات الأكثر استفادة منه بين المرضى؟ لمعرفة ذلك معنا الدكتور كمال كلاب، وهو متخصص في الدماغ والأعصاب. دكتور أهلا وسهلا بك معنا، لكن البداية نتابع هذا التقرير ونعود. دكتور، حقيقة ما أهمية هذا الدواء ولماذا صنف بالتاريخ؟ لأنه بمرض الزهايمر هو مرض بيصير فيه نشاف وبيصير فيه تلف بالخلايا بوتيرة أسرع مما لازم تكون، وهالنشاف بالخلايا بيؤدي إلى اضطرابات بالذاكرة، إلى اضطرابات بالتصرف، إلى اضطرابات بالتفكير. والمشكلة الكبيرة أنه نحن ما كان عندنا أي دواء يوقف الأضرار أو يبطئ سرعة ظهور الأضرار بالدماغ حتى نقدر نحد من هالمرض هيدا. نحن كنا نتكل على بعض الأدوية، بنتكل على بعض الأدوية بتحسن شوي الذاكرة، بتحسن شوي التصرف، إنما وقتيا لأنه المرض عم يزيد، وبنتكل أكثر شيء على العناية بالمريض، مندرب الأهل كيف لازم يعتنيوا بمريضهم حتى يعيش بكرامة وبعاطفة، ومش أكثر من هيك. الشيء الجديد مع هالدواء هيدا إنه هو بدأ يتطرق إلى الحد من الأضرار. هالأضرار بدأت تزيد تدريجيا. الأضرار قسم كبير من هالأضرار هو ناتج عن مادة اسمها بيتا أميلويد تتراكم بالدماغ وبتعطل وظيفة مناطق الدماغ. الهدف من هالعلاج هيدا كان هو أنه يزيل أو يوقف حصول هالمادة السامة اللي عم بتضر بالدماغ. بس نحن مش أمام أول مرة صدق. عم نتوجه بالدواء بالعلاج لمسبب الأضرار. طيب، لكن حد الآن هو لا يعتبر يعني علاج فعال 100% للقضاء على هذا المرض، لكن يبنى عليه؟ أكيد، يعني إذا بدك يعني بدي أعطي شبهه بخلق فجوة، أول فجوة بحيط سميك. نحن إمكانياتنا ما كانت محدودة كتير، هلأ كأنه نحن بلشنا نهز الحيط، بلشنا نقدر نعمل فجوة حتى نوصل للنتيجة. العقار اندرس على 18 شهر، وخلال 18 شهر 1500 مريض، نصهم أخذ الدواء ونصهم أخذ
البلاسيبو يعني يلي شيء شكله مثل الدواء بس ما في دواء. القسم يلي أخذ الدواء أظهر أنه في بطء بزيادة التأخر العقلي، يعني صار يعني بعد 18 شهر المجموعة يلي أخذت الدواء كان وضعها أسوأ من الأول، إنما أحسن من يلي ما أخذوا الدواء. يعني صار في بطء بسرعة المرض. طيب وآمن تأمين الصور آمن لحد الآن، تبين أنه آمن وأكمل لنا ما الذي أظهرته الصور وهل هو آمن لكل الشرائح أم في استثناءات؟ هلأ لما بيكون الدراسة على 1500 مريض معناتها عادة إذا في آثار جانبية خطيرة بتبين على 1500 مريض، من النادر أنه تبين الآثار الخطيرة بعدين. إذا بده يبين آثار خطيرة بعدين بده يكون احتمال حصولها قليل كتير كتير كتير، لأنه لو احتمال حصولها موجود 1500 مريض كيفين تتبين. صار في بعض الآثار الجانبية الحساسة دقيقة إنما مش الخطرة، ونسبتها كانت ضئيلة كمان. طيب والسؤال الأهم، هل يعني سيتم توزيعه؟ متى سيكون يعني متاح للجميع؟ أوكي. الدراسة طلعت ب 29 نوفمبر، يعني دراسة نهائية تبع المرحلة الثالثة للدواء طلعت ب 29 نوفمبر. هالدواء هيدا بسبب ضغط المجتمع، ضغط المجتمع الأهلي بأمريكا وضغط الأطباء، الوكالة الأمريكية للأدوية اللي اسمها FDA Food and Drug Administration سمحت إذا بدك بفتح خط عسكري لإله. عادة لقبول الدواء في مراحل كتيرة بتتم وبتاخد وقت. بالنسبة لهالدواء هيدا ولأنه هالمرض مشكلة عويصة اجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا وعائليا، فتحت خط عسكري، يعني عملت accelerated process. مشان ومن المنتظر أنه الـ FDA تعطي الموافقة على استعماله بخلال ببداية السنة الجاية، يعني بكانون الثاني أو شباط. هلأ لما بتعطي موافقة بـ 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 باستعماله أكيد بده يكون في شروط، لأنه بما أنه في accelerated process، accelerated process بيرافقوا شروط صعبة أكتر تيتأكدوا أنه عم ينعطى للشخص اللي لازم. هو بالمناسبة مفروض ينعطى للأشخاص يلي عندهم بداية المرض، لأنه إذا كان المرض قوي كتير بتصير الأضرار كبيرة وما بعيد فيه ما بعيد فيها الإفادة المنتظرة. صحيح. المشكلة الكبيرة رح تكون سعره. سعره عم يقال أنه سعره رح يتراوح حسب البلدين وحسب الاتفاقيات بين الشركات وال دكتور بالإضافة لسعره، يعني كنت أتحدث عن الشركات المتحكمة بموضوع الأدوية وغيرها، في أيضا موضوع سياسي يدخل، وكورونا شفنا بموضوع اللقاح شو اللي صار، هل سيخضع أيضا بما أنه الزهايمر هو مرض تعاني منه الكثير من العائلات تماما كالسرطان مع الفارق طبعا، لأنه ممكن يكون في ابتزاز بالسياسي بهذا الموضوع بهذا المرض تحديدا؟ هلأ إذا بدك في صراعات، يعني اليوم العيال اللي عنده مريض عنده ألزهايمر بدها تدافع وبدها تطلب الدواء وبدها تطلب الدواء بسعر مقبول تقدر تحصل عليه. الشركات من صوبها هي بدها كمان مصلحتها إلهية، لأنه اليوم هن الشركة اللي من تبرك دواء بيكلفها أكثر من 100 مليون دولار وعندها 15 سنة رويالتي علي، يعني براءة الاختراع 15 سنة، بدها تعمل كل ربحها قبل ما يخلصوا هال 15 سنة، لأنه بعد 15 سنة أي شركة تاني فيها تفبرك الدواء بدون ما تدفع مردود للشركة الأولى. بين اثنين في الدولة في الهيئة الناظمة بالدولة، هيئة الناظمة للصحة بالدول يلي هي مفروض. صحيح. ولكن للأسف في بعض الدول تعاقب ويمارس عليها عقوبات حتى لو كانت الأموال موجودة. كل الشكر لك دكتور كمال كلاب المتخصص بدماغ والأعصاب على المشاركة معنا. المشاهدين انتهت، إلى اللقاء.